بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. مايكل جاكسون الغلابه، مايكل جاكسون الغلابه والباشا بتاعه. الله الله، ارقص يا باشا، ارقص يا باشا، ارقص يا باشا. عاش عاش. الله الله، زي ما انتم شايفين اول ظهور لمايكل جاكسون في مصر، مايكل جاكسون المطريه. الناس بتحبه هنا، والناس طبعا متابعاه على الفيسبوك والتيك توك، والناس متابعه كل حركاته ورقصته. هو واحد بس مايكل جاكسون الله يرحمه. دلوقتي ظهر تاني مايكل جاكسون تاني في مصر، ونشجع المنتج الوطني ونقول صل على النبي، صل على النبي يا جدعان، صل على النبي سقفه، صل على النبي. الله 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 الله، مايكل جاكسون الغلابة، مايكل جاكسون الغلابة. والناس هنا أمم عليه، الناس هنا أمم عليه أهو، كل ده ناس بتتفرج عليه. ما شاء الله ما شاء الله، مايكل جاكسون الغلابة ما شاء الله. أرقص كمان، أرقص أرقص يا مايكل، مايكل جاكسون الغلابة. الله الله الله، ده هنا في جمال، هنا والله هنا في جمال. الله الله عليك، الله عليك يا مايكل جاكسون الغلابة. أنا على واحد جديد. طيب خلينا نخش أعمل التحت. الله 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 عليك، الله عليك، الله عليك يا باشا، باشا مصر. هنا مايكل جاكسون اهو بنفس الكاب ونفس القميص ونفس كل تفاصيله، حتى حركاته بيعملها، سبحان الله. يعني مش عارف ازاي عمل كده او بيعمل ده. طبعا اتدرب، اكيد اتدرب شهور وسنين عقبال ما يوصل للفورمه والمستوى ده، بس اهو حتى الناس بتحبه. بصوا الناس وراه يا جماعه، الناس وراه طبعا بتقلده، والناس وراه بتحبه. ايه حكايه مايكل جاكسون الغلابه؟ الناس هنا بتحبه. هنروح دلوقتي نعرف هذه التفاصيل. ازيك عبد الله؟ عامل ايه؟ مساء الورد. عامل ايه كده قاعد؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله. زي ما انت عبد الله. قول عبد الله، بدأت امتى؟ والناس ليه بتقول عليك مايكل جاكسون الغلابه؟ الموضوع بدأ من حوالي 5 6 شهور في الرأس. ايه مع رأس مايكل جاكسون؟ ايوه. بدأ من كام شهر؟ حوالي 5 ل 6. بدأ بتتدرب كتير على الموضوع ده؟ كان زمان مثلا حوالي 3 شهور. نعم، كان في اليوم مثلا ساعة ساعتين. لما دلوقتي نصاية وخلاص، نص ساعة وخلاص. بس نعم. بتتدرب ازاي على الأغاني بتاعة مايكل جاكسون برقصاتها؟ الله يلا. نعم ما شاء الله ما شاء الله. نعم تدريب، يعني تدريب عادي بس بيكون مكثف. تاني والنبي كده، مرة تاني. مرة تاني، مرة تاني. الله 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 عليك، الله عليك، الله عليك. طب قول لي بقى، بقالك امتى يعني؟ ليه مش حد تاني غير مايكل جاكسون؟ ليه انت مايكل جاكسون؟ قلت انا هقلده واحاول اقلد رقصاته. لا بس انا بس سببين. اول سبب اللي هو اشهر، يعني راجل على وجه الكوكب، اشهر واحد. تاني حاجه ايه؟ مختلف عن بقيه الناس اللي يعني مختلف عن بقيه الناس اللي في العصر حاليا. غير الرأس بتاع رأس الشعب والكلام ده. لا ورينا اصعب رقصه بقى، ورينا اصعب رقصه. الله متعنا متعنا، ورينا ورينا، خلينا نشوف يا نجم، خلينا نشوف يا باشا. بص بص، طبعا دي يعني يقول لك مايكل جاكسون في الاردن ظهر نشجعه، يقول لك مايكل جاكسون في الامارات ظهر. طب مايكل جاكسون ظهر في مصر وما نشجعوش؟ شجع المنتج الوطني وصلى على النبي كده. عبد الله شاب من عين شمس، انما ايه، محترف حركات مايكل جاكسون بالظبط، كانه هو مايكل جاكسون الله يرحمه رجع تاني بقى من مماته. بصوا شوفوا، بصوا شوفوا، حتى بص حتى قلعته للجاكيت قلع عنب عنب. طبعا عامل قلبان هنا ودوشه في وسط البلد، والناس هنا بتصوره اهو، والناس الله 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 عليه. بص اللي بيصور ورا ده برنس، ده برنس زي ما انتوا شايفين. عبد الله قول لي، انت عرفني بيك، بطاقه تعرف عنك يعني ايه؟ بطاقه تعرف عنك هتقول لي ايه؟ نسمع نسمع نسمع. عبد الله محمد محمود، السن 23 سنه، السن 23 سنه الجامعه، مخلص كليه اداب فلسفه الحمد لله. حتى الحركه دي تشهد عليا. نعم. لا مره تاني، مره تاني، لا تاني وتالت عادي. تمام ورينا. كويك كويك. عاش عاش جدا يا نجم. طب قول لي، عايز اسالك عن حاجتين. الناس اللي ممكن، الله الله عليك، حلو الحته دي. مره تاني، مره تاني. Thank you.
والله. قول لي في نوعين من التعليقات، في تعليق ايجابي، تعليق ايجابي وتعليق سلبي. يعني في ناس بيقول لك ايه الهبل اللي بتعمله، ايه مش عارف ايه. في واحد يقول لك انت احسن استمر في تقليده ممكن توصل لحاجه زيه. فانت نعم. بتاخد الاثنين ازاي؟ تاخد التعليقات الايجابيه والسلبيه. اللي جاي بنشيلها دماغنا، والسلبي ولا كده ما سمعناه، فاهم؟ ما سمعتوش. نعم ببساطه كده باختصار يعني، من غير ما نطول في الحاجات التافهه. في واحد قال لك انت اللي بتعمله ده ايه مش عارف. لحد دلوقتي اه بس ايه بقى بتحس بايه بقى؟ يعني الحافز ليك ولا بيرجعك؟ ما اقول معلش لا بيحبطك ساعات؟ لا ما بيأثرش بقى بحاجه عادي، فاهم؟ انا عارف الناس بتعمل لي كده. بعد ما حد مثلا متضايق منك لازم يتنمر عليك، فاهم؟ اه ما هو لازم فهم؟ يعني الانبياء بيختلفوا عليهم. نعم بس هو ببساطه بالاجابه. ورينا حته هنا من بتوعك، حته من بتوع مايكل جاكسون هنشوفها هنا. ورينا هنا حته يا فنان. الله الله الله، زي ما انتم شايفين كده الفنان مايكل جاكسون يظهر تاني في وسط البلد. بصوا شوفوا التفاصيل، بصوا يا جماعه عملاق من العمالقه يظهر جديد. وطبعا التيك توك مخلي مواهب بتطلع. الله الله الله، ده كمان مفيش مزيكا. لو في مزيكا بقى كنا هنشوف. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. اقسم بالله ما ضيعت وقت. يلا بقى اديله واحدة عشان زمانكم. عنديش وقت. انت بتضرب ده كل الله عليك الله عليك. قول لي طيب، عايز يعني حلمك ايه؟ طموحك ايه بعد كده؟ اخرج من مصر بس جدا على التيك توك. ايوه اطلع من مصر بس وخلاص. في حفلات. ايوه انا بس اخرج من مصر وكفايه على كده بس. يعني اروح في حته ايه؟ اروح في حته بقى تقدر اللي احنا بنعمله ده، فاهم؟ اه زي ما انت شايف الطبيعه بقى، ده يتكلم وده يتكلم، فاهم؟ فهو مثلا بره مصر يعني انت المفروض ما دول الخليج يعني. انت لا هتكلم كتير. انت المفروض ما يشغلكش اي تعليق سلبي، وكل ما يشغلك هو التعليقات الايجابيه. يعني في واحد زي عارف مايكل جاكسون وعارف قيمته وقدره، وانت بتقلده بدرجه يعني 75 80%، فدي حاجه كويسه جدا تدفعك لبكره انك ممكن تكون اول مايكل جاكسون في مصر. يعني ليه ما تكونش انت اول واحد في ده وتعمل ده هنا وسط اهل بلدك؟ كل نجوم الفن ساعه ما طلعوا تعرضوا للانتقام، للانتقاد والانتقاد الشديد اللاذع، واصبحوا نجوم حتى بما فيهم الزعيم عادل امام. في بدايه حياته تعرض للانتقاد، ولكن انت كل ما يهمك في الموضوع هو انك ما انا حاسك انك انت هتزعل. لا وتزعل ليه؟ الانتقاد ده وجه صحي جدا لنجومية بعد كده منتظرة. حلمك وطموحك ايه بقى؟ مش هو حلم صغير يعني، فاهم؟ اللي نسافر دول الخليج ونقدم العروض بتاعتنا بقى واحدة واحدة من دول الخليج. نعم ويبقى في جمهور تاني بيشوفك. نعم وتعود لمصر. من دول الخليج بقى هي اللي بتوصل ايه لبره. بعد كده بقى ايه، بعد ما يعمل ضجة بره نرجع هنا بقى ايه، بحيث مثلا ما حد شافنا ولا يتنمر كده يقول ده الراجل ده عمل النفس فيه وما، فاهم؟ ما شاء الله عليك. هو ده الموضوع. يعني حتة من بتوعك من بتوع مايكل جاكسون اللي ما حدش يعرفها غير عبد الله بس. يلا بينا. احلى واحدة. يلا بينا يلا. زي ما انتوا شايفين كده طبعا دي حركه ما حدش يعرفها غير عبد الله بتاعنا، عبد الله المصري. دي ما حدش بصوا شوفوا يا جماعه. مايكل جاكسون طبعا مات، رجع تاني دلوقتي وبنشوفه اهو في وسط البلد وعامل قلبان. الناس كلها ماسكه موبايلاتها وبتصور، والناس كمان بتقول له احنا عارفينك وشايفينك. مشهور جدا على التيك توك وكمان ليه جمهور، والاكثر من كده والاحسن من كده والافضل من كده ان هو بصوا بقى بصوا شوفوا. بص شوف حلو ولا لا؟ جميل مايكل جاكسون، جميل جميل.